أعزائنا المشاهدين عبر قناة نورسات الفضائية وتلفزيون تيليلومير، يتجدد معكم لقاءنا الأسبوعي والذي نستهله بأبرز العناوين. الكنيسة الكاثوليكية في الأردن تحيي الحج السنوي في موقع عماد السيد المسيح. احتفالية الصلاة من أجل وحدة المسيحيين الثلاثاء المقبل. الأراضي المقدسة تحتفل بعيد الظهور الإلهي. وفيها أيضاً الكنيسة اللاتينية في الأردن تمنح رتبة الشدياق لأبنائها. أهلاً بكم. أحيت الكنائس الكاثوليكية في الأردن الحج المسيحي السنوي لموقع عماد السيد المسيح في المغطس، والذي رعاه المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية بير باتيستيا باتسبالا، بحضور عدد من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة وجموع غفيرة من المؤمنين. واشتمل الاحتفال على قراءة الترانيم الروحية وإقامة صلاة خاصة في كنيسة اللاتين ومباركة مياه نهر الأردن المقدس. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. أحيت الكنيسة الكاثوليكية في الأردن الحج المسيحي لموقع عماد السيد المسيح، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الظهور الإلهي الإغطاس بقداس إلهي مهيب. ترأسه المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية بير باتيستا باتسبالا بمعاونة المطران وليام الشومة لمطران اللاتيني في الأردن، والمطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بيترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، والمطران ماركوتسو النائب البطريركي في القدس، والسفير البابوي لدى الأردن ألبرتو أورتيغا مارتن، وكهنة وراهبات البطريركية اللاتينية في الأردن، ومجموعات الكشافة والشبيبة والفعاليات الرعوية في عدة رعايا. وقبل البدء بالاحتفال الذي حضره عدد من السفراء والمسؤولين وشخصيات رسمية وجموع من المؤمنين، شكر سيادة المطران الشوملي كافة أبناء الرعاية في المملكة الذين شاركوا في الصلاة في موقع المعمودية، كما شكر عطوفة أمين عام وزارة السياحة والأثار عيسى جمو على مشاركته المميزة، وشكر بشكل خاص السفارة الهنغارية على مساهمتها في إنهاء أعمال البناء للكنيسة التي ستكتمل مطلع العام القادم. أنتم الذين بالمسيح تمتم المسيح قد لبستم هللويا. وفي عظة القداس التي ألقاها المدبر الرسولي باتسبالا، شكر كل من شارك في هذا الاحتفال المميز، وخص الداعمين الذين لم يتوانوا بعطائهم بحسب تعبيره، وهم السفارة الهنغارية وعائلة المعشر، وقد أثنى على عطائهم للكنيسة. وأضاف متأملا بعيد الظهور الإلهي الذي ميز الأردن بمعمودية السيد المسيح على ضفافه، فعلينا أخذ البركة من الماء لكي يحيينا في نعم إلهية. وتأمل أيضا بالقديس يوحنا المعمدان الذي كان يعمد بالماء، أما السيد المسيح فكان يعمد بالروح، وأضاف بأن السماء على ضفاف نهر الأردن انفتحت لتكسر الخطيئة وتدخلنا في عالم المحبة، فعلينا أن نعيش بتعاليم السيد المسيح على الأرض، فكلماته كلها كانت منهجا للحياة. وبعد العظة توليت الصلوات والطلبات لتقديس الماء، ومن ثم منح البركة للناس، ثم رفعت الذبيحة الإلهية على نية السلام في العالم وشرقنا المتألم المليء بالجروحات. سي
وفي ختام الصلاة ألقى أمين عام وزارة السياحة والآثار عيسى جمو مندوبا عن وزيرة السياحة كلمة قال فيها: نسخر بهذا النهر الخالد الذي تعمد فيه السيد المسيح والذي يدعو الجميع للوقوف على جوانبه بالحمى الهاشمي الذي ينعم به هذا المكان المقدس، مشيدا بامتياز الأردن كمقصد مهم جدا في جلب السياحة الدينية الروحية. واختتم بشكره لكل رؤساء الكنائس ولكل أبناء الكنيسة في الأردن معايدا إياهم: وهنا في الأردن وطن الجميع، إرث الدين والحضارة وبدايات الإنسانية. لقد بقي هذا الحمى الهاشمي على مر التاريخ في طليعة الدول الأكثر نهضة والأجمل موقعاً والأعرق تاريخاً، بقي كذلك في طليعة نماذج الوئام بين الأديان وقبول الآخر. فلقد تأسس على إرث خالد من التعددية والاحترام وقواعد العيش المشترك، وكان له على الدوام وقفات خالدة في الدفاع عن قضايا الأمة وحفظ حقوقها. أيها السيدات والسادة، لقد جاء لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله مع الشخصيات التي تمثل الطوائف المسيحية مؤخراً بمناسبة الأعياد المجيدة، لقاءً مهماً وعميقاً، ونحن نؤمن أن حرص جلالته الكامل كملك هاشمي يشمل رعاية وحماية الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين وإبقائها مكاناً آمناً للعبادة. وقدم الأب إبراهيم الشوملي أمين سر البطريركية اللاتينية في القدس كلمة شكر لكل من أعد وتعب في إنجاح هذا اليوم المميز، شاكراً الأسرة الأردنية الواحدة التي تلتف حول الخير والمحبة دائماً، خاصاً في شكره حامي البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك، وأثنى على دور الأجهزة الأمنية التي تسعى دوماً لأمن وسلامة المواطنين دون استثناء. واختتم بشكر الفعاليات واللجان التابعة لمطرانية اللاتين في الأردن والجهات الإعلامية العالمية والمحلية والكنسية. هذا التقليد السنوي في الأسبوع الثاني من كل أول شهر من كل عام تحتفل الطوائف المسيحية الكاثوليكية في مكان عماد السيد المسيح. الوزارة السياحة والأثار دائما داعمة لإقامة وتنظيم هذا النوع من الأنشطة مع القائمين على موقع المقطس. اليوم الموقع عماد السيد المسيح يزور أكثر من 145 ألف إنسان في العام الماضي، ومتوقع أن يزيد هذا العدد كون هذا الموقع على يعتبر على قائمة أو لائحة التراث العالمي، موقع إرث إنساني حضاري ثقافي ديني. هذا المكان المبارك المقدس إن شاء الله نتأمل في الفترة القريبة القادمة سيعج هذا المكان بأعداد كبيرة جدا من الزوار والسياح الأردنيين والعرب والأجانب كحجاج وكمؤمنين ومصلين لزيارة المملكة بشكل عام وزيارة موقع المقطس بشكل خاص. ضمن الاحتفالات بعيد الظهور الإلهي الإغطاس أقيم غربي النهر المقدس نهر الأردن قداس احتفالي مهيب ترأسه سيادة المطران ياسر العياش النائب البطريركي للروم الكاثوليك في القدس بحضور عدد من الآباء الكهنة والشخصيات الرسمية والدينية وجمع كبير من المؤمنين الذين جاءوا من كافة الأراضي المقدسة. وفي ذات المناسبة المجيدة عيد الإغطاس ترأس حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتو القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية في بيت لحم بحضور عدد كبير من الكهنة والرهبان والراهبات ورئيس البلدية وممثلي المؤسسات الدينية وأبناء الرعية وجمع من المؤمنين. المزيد في تقرير مندوبتنا في القدس مارلين الحدوة. كما في كل مكان في العالم، هنا في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية في بيت لحم يحتفل المؤمنون بعيد الإغطاس، عيد الظهور الإلهي للمجوس الذين بحثوا عن النور من خلال النجم الذي ظهر في السماء ليضيء لهم روحهم ويدفعهم لملاقات النور العظيم يسوع المسيح.
ففي ساعات الصباح ترأس حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون القداس الاحتفالي بحضور عدد كبير من الكهنة والرهبان والراهبات ورئيس البلدية وممثلي المؤسسات وأبناء الرعية والمؤمنين الذين جاءوا من جميع الأراضي المقدسة. وفي كلمة للأب عماد الكامل الأب المساعد في الرعية حرص على توضيح المعنى الذي يحمله الاحتفال بعيد ظهور الرب، حيث يشتمل هذا العيد على 4 أحداث: ميلاد السيد المسيح له المجد، زيارة المجوس للطفل يسوع، والعماد على يد يوحنا المعمدان، وأخيراً عرس قانا الجليل الذي كشف فيه يسوع على قدرته الإلهية حين حول الماء خمراً. ويدور هذا العيد حول نبأ قدوم المجوس من بلاد بعيدة. سجدوا للطفل يسوع لدى رؤيتهم النجم في المشرق، فتبعوه ليروا الطفل مع أمه مريم، فسجدوا له ثم قدموا هداياهم إكراماً له. وفي ختام القداس، حيث البركة من الأب باتون، امتلأت الكنيسة بأصوات الترانيم من قبل الجوقة التي رنمت وعزفت أجمل الترانيم الميلادية. Today we can see that Jesus is the universal savior of all the humanity. The special message for we that are living today is that like the wise men, we have to search for Jesus, to look for Jesus. We have to offer him the best that is in our life, and particularly we have to adore him like the Magi. And to adore him, it means that our will become more and more his will, or maybe that his will become more and more our will. And to adore him, it means that he is in the center of our life. بحب أعيد على جميع العالم إنه عيد الغطاس هو عيد الظهور، ظهور يسوع في حياتنا. هو مش كلام، كل ما منعيش مع يسوع كل ما منعيش بالفرح، والفرح هو ربنا. قد ما إحنا ملكنا العالم، ملكنا كل إشي في الدنيا، هو بيعطينا السلام الداخلي، بس بخليك تحب حالك، حالك هتتقبل مين أنت. ربنا خلقك على صورته مثاله، فلازم إحنا نشكر ربنا على كل نعمة أعطانا إياها. وبتمنى يا ريت في هاللحظة نفكر في غيرنا. والمسيح أجل كل العالم، مش بس المسيحية وخلانا نكون مسيحية، كل واحد فينا ابن ربنا بغض النظر شو نحنا، وخلينا نكون إحنا نحب بعضنا. الله يحب جميع البشر ويدعوهم لأن يبادلوه الحب، فإذا بين هدايا المجوس والسجود تبعهم يعلمونا إنه دائما نكون قلبنا جاهز إنه يستقبل ألوهية الرب، وأن نتذكر نحن أبناء الملك السماوي من خلال الذهب اللي قدموه، وأن نقبل محبته اللي من خلال اللي بذل نفسه من أجلنا، كمان أن نبذل نفسنا من أجل القريب. عيد غطاس مبارك، وإن شاء الله يفيض النور في حياة، نور المسيح في حياة ووجه كل مسيحي مؤمن. آمين. كل عام والجميع بخير، وكل غطاس وكل الناس بمحبة وسلام وفرح يا رب. المسيح لما تعمد بنهر الأردن أعطانا الفرح، أعطانا المحبة والنور والسلام، وهذا هو إنه الله محبة، ودائما نطلب من الله يعم المحبة والسلام في قلوبنا وفي حياتنا. كل عام وكل المؤمنين المسيحيين بألف خير. اليوم بنحتفل في الطقس اللاتيني بعيد الظهور الإلهي. كل سنة وجميعنا بخير بعيد الظهور الإلهي، وبنتمنى إن فرح يسوع الطفل، قوة ملكوته تملك على قلبنا وتعم على جميع الشعوب. آمين. وفي ذلك السياق أقيم قداساً احتفالياً ترأسه المطران ياسر العياش النائب البطريركي للروم الكاثوليك في القدس،
والإقونوموس يعقوب أبو سعدة راعي كنيسة الروم الكاثوليك في بيت لحم، والأب سهيل فخوري راعي كنيسة سيدة الرعاة للروم الملكيين الكاثوليك في بيت ساحور، وذلك بمناسبة عيد الظهور الإلهي وبحضور عدد من المؤمنين الذين أتوا ليتباركوا من مياه نهر الأردن. وفي كلمة للمطران العياش حيث شكر الله أولاً على نعمة التواجد والحضور في هذا المزار، لأن الثالوث القدوس يهب المعتمد النعمة المقدسة، وهي تمكنه من أن يتوجه إلى الله بالإيمان والرجاء والمحبة، وتقويه ليحيا ويعمل بحفز من الروح القدس عن طريق المواهب، وتتيح له أن ينمو في الخير بواسطة الفضائل الأدبية. وهكذا نرى أن الحياة المسيحية لها جذورها في المعمودية المقدسة بصوت صارخ في البرية. هذا هو ابن الحبيب، فله اسمعوا. اليوم بالذات بنحتفل مع الرعية بيت لحم بيت سحور بعيد الغطاس على نهر الأردن، وبالتالي هون الشهادة الحقيقية للثالوث الأقدس لسيدنا يسوع المسيح، صوت من السماء، هذا هو ابن الحبيب، يوحنا المعمدان شهد له. وأنا أولا بداية بحب أني أتشكر نورسات لأنها هي أيضا شاهدة ليسوع المسيح في كل مكان، وتحمل هذه الشهادة إلى كل قلب وإلى كل بيت. أنا أتمنى أنه نعمة المعمودية أن تغمر كل أبنائنا، وينعم علينا يسوع المسيح بعدله وبمحبته وبسلامه وطمأنينته في كل هذه المنطقة، ويمنح السلام والطمأنينة إن شاء الله، ولتكن نعمته معانا جميعا، نعمة بركة الأردن. فحلو نجتمع مع بعضنا البعض، يجي بعض الأهل بعد أبناء الرعية يأتوا هون حتى يتذكروا عهود معموديتهم، إنهم ينكروا الشيطان ويؤمنوا بالله الواحد آب وابن وروح القدس. بحب أعيد على كل المسيحيين اللي بيشاهدوا نورسات، ومنحكي لكم كل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله يا رب يعم السلام على فلسطين وعلى الشرق الأوسط وعلى العالم كله. نشكر الله على نعمة وجود الأماكن المقدسة في بلادنا اللي بتقوينا في الإيمان. وإحنا إذا كنا منحج على نهر الأردن، هو تقليد صار مسيحي من زمن لما تعمد سيدنا يسوع المسيح في نهر الأردن، صار محطة حج بهذا الوقت من السنة كل عام، يجوا الناس ويتباركوا من هاي المي اللي باركها طبعا سيدنا يسوع مخلصنا يسوع المسيح. وفي نهاية القداس تبارك الجميع بنعمة المياه المباركة والمقدسة. وفي مشهد رائع تبادل الأهل التهاني من الجانب الأردني والجانب الفلسطيني من على ضفتي نهر الأردن، حيث عماد سيدنا يسوع المسيح له المجد. للنورسات مارلين الحدوى من ضفاف نهر الأردن أريحة. بتنظيم سنوي من مكتب فضائية نورسات في الأردن وبرعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، تقام هذا العام في كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية بعمان صلاة من أجل وحدة المسيحيين بمشاركة الأساقفة رؤساء الكنائس في الأردن، وذلك يوم الثلاثاء 22 من كانون الثاني الجاري الساعة 7 مساء، حيث يكون احتفال هذا العام بعنوان أقم لك قضاة فيحكمون فيما بين الشعب حكما عادلا. وتأتي هذه الصلاة السنوية في أسبوع عالمي تدعو فيه كنائس العالم الرسولية إلى الصلاة من أجل وحدة المسيحيين ومن أجل السلام في العالم أجمع، من 18 كانون ثاني الحالي إلى 25 من الشهر نفسه، حيث يلتقي فيها المسيحيون من كنائس مختلفة في سعيهم إلى الوحدة التي أرادها السيد المسيح، والتي صلب من أجلها عشية موته على الصليب وتتميمه فداء البشر. أقامت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة حفلها السنوية في عمان لتكريم وزيرة السياحة والأثار السابق لينا عناب، وتقديم درع تكريمي لها تقديرا لجهودها في خدمة القطاع السياحي، إضافة إلى تكريم مجموعة من أعضاء الجمعية والشركات الداعمة. حضر الحفلة عدد من الوزراء السابقين والمسؤولين والإعلاميين والشخصيات ذات العلاقة بقطاع السياحة.
وألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عوني قعوار كلمة ترحيبية شكر فيها الوزيرة عناب لدورها البارز في تنشيط السياحة الأردنية. كما ألقت الوزيرة عناب كلمة عبرت فيها عن فخرها وشكرها للدور الذي تقوم به الجمعية في خدمة قطاع السياحة بالأردن. قمنا بتنظيم حفلنا السنوي للاحتفال بمعالي وزيرة السياحة الأسبق السيدة لينا عناب، والاحتفال بإطلاق سياحة الأكسسيبل توريزم اللي هي السياحة الميسرة لهذا العام، واحتفاء ب 15 سنة من الإنجازات للجمعية. استضفنا عدد من السفراء والوزراء والمسؤولين واللاعبين الكبار في عالم السياحة الوافدة. هاي الحفلة بننظمها سنويا، بنجتمع بنتحدث نتبادل أمور السياحة، وإن شاء الله متفائلين في عام مليء بالسياحة الوافدة مزدهر إن شاء الله، والسلام عم بعم في بلادنا ونتأمل خيرا إن شاء الله. رعى سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الروم الأرثوذكس بعمان الحفل السنوي الذي أقامته شبيبة القديس بطرس التابعة لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية، وذلك بمناسبة رأس السنة الميلادية وعيد القديس باسيليوس الكبير. إلى المزيد. تحت رعاية سيادة المطران خريستوفورس عطلة أقامت شبيبة القديس بطرس التابعة لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية حفلها السنوي بمناسبة رأس السنة الميلادية بحسب التقويم الشرقي وعيد القديس باسيليوس الكبير على مسرح فؤاد يغنم التابع للمدرسة الأرثوذكسية في منطقة الشميساني بعمان. ينتهي عام ويبدأ عام جديد يحمل معه خبرات أعوام مضت، ونحمل نحن آثارها المتراكمة كل عام الإيجابية منها والسلبية لتساهم في صقل شخصياتنا وتعمل فيها التغيير. شهد الاحتفال أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وعدد من الآباء الكهنة وأعضاء الشبيبة وذووهم، حيث تضمن عدة فقرات بدأت بباقات من التراتيل البيزنطية من أداء أفراد الشبيبة، وعرض فيلم قصير عن حياة القديس باسيليوس الكبير تضمن شرحا وافيا عن حياته الروحية باعتباره النموذج الأول للأسقف القديس في كنيسة المسيح، حيث كان معلما للمسكونة وقمرا للإيمان الأرثوذكسي وأبا للرهبان ومشرعا ومعيلا للفقراء، وعنايته بكل الذين وضعوا رجاءهم على الله، ومعزيا للمظنوكين وسندا للضعفاء ومؤدبا للملوك. ومن ثم ألقى سيادة المطران خريستوفورس محاضرة روحية قيمة عن عيد ختانة الرب يسوع المسيح بالجسد وعيد القديس باسيليوس الكبير، وعن أهمية أن نعيش حياة روحية كآباء الكنيسة الأولين. بفتكر رسالة اليوم من أولادنا لإلنا كلنا، لأنه كثيرين بنسمع من البدع والهرطقات بتتكلم ليش تصلوا للميت؟ الميت خلص راح، ما في داعي نصلي له. أو شو هاد اللي بيصير في الكنيسة؟ إيش هاد الشمع والبخور والصلاة؟ هاي ما بتفدش، إيش تدوي شمعة؟ إيش تسوي القمح المسلوق؟ شو فايدته؟ كل هاد أبنائي حاولوا يفرغوا مضمون كل إشي، زي ما هي سمة عصرنا، إنه كل إشي ثمين عماله بيفرغوا قيمته الحقيقية وبتفهوه، بيعملوا إشي شو يعني ما في منه هاد، باسم التحدث التقدم، هاد إشي رجعي قديم مش مهم، وهيك منفقد الجوهر الرئيسي وعمالنا منتمسك في قشور، ونحن منفكر إن نحن واو
المتقدمين والمتحدثين أبناء القرن 21. وفي ختام الحفل التأم سيادته مع الحضور حول كعكة البيتا بأجواء سادها الفرح والسرور. باحتفالنا لهاي السنة اللي لأول مرة عم بيرعاها كان سيدنا خريستوفورس كمطران، هو دايماً بيكون معانا، دايماً صلواته عم تحمينا وعم تشملنا، لكن لأول مرة اليوم وبركة كتير كبيرة لإلنا ولكل الشعب الأرثوذكسي ولكنيستنا الأرثوذكسية ومطرانيتنا في عمان إنه هو يكون على رأس هاي الكنيسة، وإحنا بدورنا بنضرع لابن المذود إنه يحميه ويكون معه ويعطيه البركة والصحة والسلام لخدمة الكنيسة. احتفالنا بهاي السنة كان بفكرة بسيطة جدا لفيلم قدمته الشبيبة باسم ياني المبارك، هذا ياني اللي استقبل القديس باسيليوس في بيته، اللي أخذ منه الزيارة بقلب بسيط. تعلمنا من هالفيلم ومن احتفال هاي السنة إنه إن شاء الله نكون كلياتنا أطفال بفكرنا وبضميرنا البسيط حتى نقدر نستقبل رب يسوع في قلوبنا ينولد في كل يوم. ومرة تانية كل الشكر لقناة نورسات اللي دائما عم تشملنا وعم تحملنا للعالم أجمع، وكل عام وأنتم بخير. ليتورجية روحية تمنح الكنيسة اللاتينية في الأردن عدداً من أبنائها رتبة شدياق، حيث منحت هذا الأسبوع رتبة شدياق للقارئ أنطون حنا، وذلك ضمن قداس احتفالي ترأسه المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن في كنيسة الراعي الصالح التابعة لمركز سيدة السلام بعمان. حضر الاحتفال البطريرك فؤاد طوال والمطران سليم الصايغ وراعي الكنيسة الأب شوقي بطريان والأب فراس حجازين وعدد من الكهنة والشمامسة وجمع من المؤمنين وذوي المرتسم. وفي نهاية القداس التقى السادة الأساقفة والمؤمنون حول الشدياق الجديد في جو من البهجة والسرور. منحكم الله نعمته هو منبع كل خير وأفاض بركته عليكم وخلصكم وحماكم طول هذه السنة الجديدة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الكنيسة الكاثوليكية في الأردن تحيي الحج السنوي في موقع عماد السيد المسيح. احتفالية الصلاة من أجل وحدة المسيحيين الثلاثاء المقبل. الأراضي المقدسة تحتفل بعيد الظهور الإلهي. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursadjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.